مسؤولين ومنتخبين وكل من يشارك هؤلاء الحرفيين في هذه اللحظة الاحتفالية والإبداعية. اسمحوا لي بداية أن أستغل هذه المناسبة لكي أجدد تهاني لسكان مدينة الرشيدية على أن صارت مدينتهم في ظل جهة درعا تافيلات. أكيد أن هذه العاصمة غتكون إن شاء الله واحد فاتحة خير كبيرة على هذه المدينة التاريخية والعريقة وعلى المنطقة برمتها، لأنه اليوم احنا في واحد الفضاء متشابه، في واحد الفضاء اللي فيه أوجه التكامل وأوجه التضامن والثروات، اللي فيه ثروات هي كبيرة جدا. وأنا أقول بكل ثقة عكس ما يتصور أن جهة درعا تافيلات هي من جهات المستقبل في المغرب، هي من جهات المستقبل بامتياز، لا على مستوى الموارد البشري اللي فعلا كما شار السيد رئيس الجهة عنده خصائص اللي كتخليه كينجح حيثما اشتغل. هاد الخصائص اللي عند انسان المنطقه، فهاد الامتداد ديال درعا تافيلات كتاهلو انه بهذا الوضع اليوم الترابي الجديد وهذا التقسيم اليوم الجديد يكون عنده شجاعه اكبر وثقه اكبر في المستقبل وفي العطاء ديال المستقبل. ولهذا هنيئا لكم بهذه الجهه الجديده، وهي كتنتظر اطر ارادات كفاءات باش تساهم في المستقبل ديالها. لابد ان نقطع مع منطق ديال التدبير وتاريخ ديال التدبير للشأن المحلي من خلال واحد الجيل جديد من المدبرين، جيل جديد من المنتخبين، جيل جديد من الكفاءات والفعاليات اللي قادره تعطي لهذه الجهه في المستقبل ان شاء الله ولهذه المدينه العاصمه الجهه، اللي بطبيعه الحال غتعرف في هذه المرحله واحد الدعم حكومي واشتغال للدوله استثنائي لكي يتم تأهيلها لكي تكون في مستوى أن تكون عاصمة جهة. وطبعا لا بد في قلب التأهيل أنه الحرفيين المهنيين وبصفة عامة النسيج الاقتصادي أن يحظى بدعم باش يكون في مستوى هذه الجهة وهذه العاصمة والتحديات اللي غطاها عليها في المستقبل كقاطرة ديال التنمية على مستوى هذه الجهة. إذن فهنيئا لكم كسكان وكحرفيين وكمهنيين وكصناع بهذا التحول اللي لا بد إن شاء الله أن ينعكس إيجابا على أوضاعكم الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمل وظروف الاشتغال اللي غتكون إن شاء الله بكل تأكيد في تحسن مستمر. أخيرا حتى لا أطلع عليكم، الجمعيات اليوم على أبواب واحد تحول قانوني مهم. ارجعوا اليوم الى الموقع ديال الامان العام للحكومه كجمعيات وشوفوا واحد جوج ديال القوانين راه الان مطروحه الاستشاره العموميه. القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض والقانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، هادو واحد جوج ديال الحقوق الدستوريه الحكومه اشتغلت عليها في هذه المرحله، وهي الان جاهزه باش ان شاء الله بعد العبور على المجلس الوزاري والمجلس الحكومي بطبيعه الحال تمشي للبرلمان. نبغي اليوم نقول للجمعيات، جميع جمعيات المجتمع المدني، ان الدستور سلحكم بحقين وقانونين من اقوى القوانين لاسماع اصواتكم. ما غتبقاوش بالضروره تسناو المنتخبين او تسناو الحكومه تعبر على انشغالات ديالكم. أتمنى أنكم تدخلوا هذه الليلة هذه اللي ما عرفش المعلومة سابقا الموقع الأمانة العامة للحكومة وينزل واحد جوج ديال المشاريع القوانين التنظيمية ويقراه ما يتعلق بالعرائض. أي لا بغينا غدا نقترحوا كمواطنين واحد مجموعة الأمور على الحكومة، ما غنبقاوش بالضرورة نديروا ديك الرسائل التقنية المعروفة ديال الطلب والاستعطاف والالتماس و إلى آخره، غنعملوا عريضة
وعارضة دستورية نظمها القانون وعندها مساطر وغتوجه للسلطة المعنية اللي وجوبا تتفاعل مع طلب هاد المواطنين. هذا واحد تحول كبير اللي غادي يرجع العلاقة بين المواطن والدولة هي علاقة تعاون وحقوق وواجبات وضوابط قانونية ودستورية. الأمر الآخر اللي مهم كذلك هو القانون التنظيمي ديال يعني الملتمسات في مجال التشريع. إلى مثلا اليوم الحرفيين أو المهنيين عندهم شي مشكل في القانون، شي قانون ما كينصفهمش، شي قانون قديم متجاوز مابقاش عنده دور، مابقاش يقدم الخدمة الضرورية كمهنيين كصناع كأي فئة مجتمعية، تيمكن اليوم تاخذوا المبادرة بالتعاون مع المحامين مع القانونيين مع الخبراء وتصيغوا ملتمس اللي يولي يمشي للبرلمان ويدخل البرلمان ويتناقش في البرلمان في إطار مسرى وتعدلوا القانون اللي كيتعلق بمصالحكم وبقضاياكم. بمعنى ما غتبقاش مرة أخرى الهيمنة ديال الحكومة وديال البرلمان في مجال التشريع، غادي لواحد الباب مفتوح ديال المجتمع المدني. هادو جوج ديال القوانين نتمنى تطلعوا عليهم وتشاركوا الآن في التعديلات اللي غتحال على البرلمان، لأن الأمل عام الحكومة تلقى الملاحظات ديال الجمعيات وديال كل المهتمين. أخيراً في الإصلاح اللي عنده علاقة بجانب المالي للجمعيات، من أهم الأمور المرتقبة إن شاء الله هو إصلاح اللي كيخلي العالم ديال المال والجمعيات، العلاقة بالفلوس وبالجمعيات، الفلوس ديال الدولة وديال الخارج وديال القطاع الخاص اللي كتمشي للجمعيات واللي فيها اختلالات كبيرة جدا كتخلي لمعلوماتكم أكثر من 65% ديال هاد التمويلات اللي كتقاس بمليارات من السنتيمات لا تقل عن 3 مليارات من الدراهم كتاخذها تقريبا 1-3% ديال الجمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال. هاد الاختلال الحكومة اليوم اشتغلت على منظومة إصلاحية فيها مدونة شاملة، فإصلاحات ذات طبيعة مالية وجبائية وغيرها من تدابير ومؤسساتية اللي غتخلي اليوم الجمعيات الجادة واللي كتخدم واللي كتشتغل واللي كتقدر تنجح في خلق فضاءات ديال التواصل وديال الخدمة العمومية وديال الخدمة الثقافية والخدمة الفنية والخدمة الإبداعية، هادو هما اللي غادي يكون عندهم في المستقبل إن شاء الله المكان المرموق المستحق، لأنه غندخلوا في المرحلة فعلا ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وغادي يولي العلاقة بين المال وبالجمعيات فيها الاستحقاق وفيها المعايير وفيها الشفافية وفيها المحاسبة. هاد المستقبل إن شاء الله قريب، وغادي يكون طبيعة الحال الجادين من الجمعيات والجادين من الفاعلين الجمعويين ومن المنظمات المدنية هما اللي غادي يكونوا كيحظاو بهذا الجهد ديال المجتمع وديال الدولة باش يستمروا في النجاح ويستمروا في التألق ويخدموا بلادهم بحال هذا الحفل البهيج كنعيشوا اليوم وبحال هذا التنظيم المدني هو اليوم كيستدعي هذا النشاط واللي هو يدل بهذا الحضور وبهذا التنظيم على أنه جاد ويستحق كل دعم وكل تقدير من كل الشرفاء ديال البلد. وشكرا لكم.